السلام عليكم أصدقائي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ اليوم اجتني هدية من أسطورة أصغر أورج، لا هو ما أصغر أورج بالعالم، بس في أصغر، بس حدا من أصحابي هيك شوفير تاكسي، حدا ناسي معه بالتاكسي، قال لك أنت بتعزف، تأخذ هذا. قلت له شو بعمل فيه هذا؟ قال للأولاد. قلت له ما في مشكلة، هاته كل شيء بخص الموسيقى أنا باخده. فهيك والله حبيت جرب انه شو فينا نستفيد من هيك قطعة يعني، بس طلع والله منيح يعني، فيك تعزف عليه. شغال أصلا؟ شغال يعني مثلا اذا انت عندك لعبة بالبيت، ما عندك امكانية تشتري اورك، فيك تشتري هذا، في منه هلا، هذا يمكن كاسيو ما ضل منه، بس هلا بيلتقى ب 10 دولار وب 20 دولار وب 30 دولار، في اكبر، مثل انا جايب واحد لابني مشان يكسره، مشان اذا خبص يعني كاسيو، كمان هذاك بالعلبة 50 دولار. طبعا ابني بيعزف على أورجي، بس هذاك للتخبيط يعني لما يكون حابب يخبط. شبر شبر ونص. فحبيت فرجيكم انه شو فينا نستفيد من هيك أورج، خلينا نشوفه سوا، نستكشفه سوا، فينا نعزف عليه مقام العجم اكيد طبعا يعني. خلينا نشوف الأصوات، ترقيم السلاح ما شاء الله. أصوات ما شاء الله، 100 صوت. راس سترينج 29 هيك يعني. هذا العجب فينا ناخذ منه الحجاز يعني، هذا مش بحاجة تشريق للمقامات هاي. تاخذ منه الكورد، فيك تاخذ منه الصبا زمزم، نناقش شي بعض مالنا فيه. خلينا نشوف المقامات، كتار ما شاء الله يعني. شو نعزف وديع الشيخ؟ هات لنجرب. بيعزف والله، بس انا الاصبع بيكبس كبستين. عم بضحك على حالي يعني. فينا نعزف عليه فوق النخل، فوق فوق النخل، بده أصابع أنعم وبده واحد يتعود عليه يعني. إحنا مشغلين موضوع مسخرة عشان ما حدا يفكر عم نتمسخر يعني، بس أنا عن جد يعني اللي ما عنده أورج بالبيت وعنده هيك لعبة في يستفيد منها يعني، كم شغلة لو هيك يعني يتعلم شغلات يستفيد منهم يعني. مثلا عنا الأغاني كتار، طبعا بيت ابوها عنا، زروني كل سنة مرة حرام، كل هاي الاغاني بتنعزف عليها عنا، ما
بس هون في مقطع وبتعرف بحيب ما بتزبط. بس فينا ناخذها هي هيك بدها تكون السي مشرقه. بس خلينا نجرب السي هون ما بتزبط. ما بتمرق مرقوها. في عنا احبك بحر عفوا انا كنت بعزفهم من غير درجة متعود عليها. في عنا خدني معك على درب بعيدة عنا أغنية أغاني كتار بس راح عن بالي شيرين كده يا قلبي. في عنا تزبط لزرع لك بستان ورود بس كمان بدنا نحتاج هون شوي ما بتزبط. لا ما بتزبط. عم نتسلى. في عنا هات لشوف الايقاعات صحيح. ستوب سلكت ايه سلكنا وبعدين زيرو مثلا. تمام كيمبو. هذا يا ابيض يا اسود يا عالي مارش هذا الايقاع يمكن. لا لا منه مارش. شو اسمه؟ مش كاتبين ولا اسم ايقاع ما شاء الله عليهم. بس هون كاتبين اورينت. ما في شيء اورينت فيه. طيب. هلا كبست موطني بتزبط موطني. يعني عن جد اللي عنده هيك شيء فيه يستفيد منه. يعني شو عنا كمان بكفي. خلينا نروح على الأورج الكبير نطلع لنا شيء أغنية للشباب يستفيدوا منها لأنه صار عندي لستة طويلة. شكرا لكم. وهذا هيك مثل حبينا نمزح يعني ونغير جو شوي بالقناة. لكن عن جد اللي فيه أمن هيك واحد. طبعا هذا الحكي للي مش فاضي يشتري أورج مش محطه بميزانيته حاليا كذا. فيك تشتري أورج لعبة وتقعد يكون فيه بس كم صوت يعني غير البيانو طبعا. يعني هلا حتى لو فيه بيانو بس فيك تعزف عليه. في كتير أغاني بتطلع على البيانو حلوة. بس في يعني عندك اليوم الحجاز عندك العجم عندك الصبا الزمزم عندك الكورد. يعني الكورد مقام مهم يعني أغلب الأغاني اليوم عليه. كل الأغاني جديدة تقريبا على الكورد لأنه سلس المقام وكل المطربين الجداد بيحبوه. يعني حتى الشعب السوري كله كورد تقريبا صاير. نعيم الشيخ وديع الشيخ الأغلبية عم يغنوا على الكورد. مشكورين حبايبي.